شكرا سمر، وصباح الخير مرة جديدة لكل المشاهدين. الجولة على الصحف رح تبدأ من صحيفة السفير، وتحديدا مع تفاصيل خطة النصرة لاحتلال بعض قرى القلمون وفشلها بقلم رشا أبي حيدر. بحسب مصدر أمني، اجتمع أبو مالك مع كل الفصائل المسلحة. جرى اجتماع تمهيدي أولي تم الحديث خلاله عن ضرورة توجيه ضربة قوية لحزب الله قبل الشتاء. وفي الاجتماع الثاني تم الاتفاق على العملية التي اتفق أن تنفذ على محورين، المحور الأول في جرود بريتال، وفي موازاة ذلك شن هجوم كبير على نقاط دفاع الجيش السوري والمقاومة في عسال الورد والجبة، ومن ثم تنفيذ الخطة الأكبر باحتلال البلدتين. ويقول المصدر إنه قبل الهجوم على جرود بريتال انسحب تنظيم داعش من دون الكشف عن الأسباب. ويروي أحد القادة الميدانيين أنه عند ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس الماضي هاجم حوالي 150 مسلحا نقاطا دفاعية للجيش السوري وحزب الله في الجبة، لكن الإسناد الناري والطيران السوري منعا مجموعة ثانية من نحو 450 مقاتلا من التقدم. وعند نقطة تسمى مزبلة الجبة انهمرت الصواريخ وقتل أكثر من 50 مقاتلا. وصل الخبر إلى أبو مالك التلي الذي كان في جرود عسال الورد في غرفة عمليات بدائية عبارة عن كهف ومستوعب حديدي أزرق بحسب مصدر أمني. أبو مالك أصر على متابعة العملية لكن قوبل بالرفض، خصوصا بعد مقتل قادة الهجوم. وتتوقع المصادر الميدانية شن هجمات محدودة والدخول في معركة استنزاف بعد فشل المخطط الكبير. وفي المقابل لدى الجيش السوري وحزب الله تكتيك وخطط جديدة سيتفاجأ فيها أبو مالك التلي بحسب المصادر. وإلى صحيفة الديار تشير معلومات إلى أن سفارات دول كبرى أبلغت لبنان أنها تعارض إطلاق أي إرهابي، وخصوصا الرموز الخطرة الموجودة في سجن رومية والتي لها علاقة بأحداث إرهابية وبعمليات قتل. وأضافت أن سفارات كبرى أبلغت الجانب اللبناني رفض دفع أي أموال للمسلحين لأن هذا الأمر يتعارض مع مبدأ تجفيف أموال الإرهابيين. ونفت مصادر معنية مروجة مؤخرا عن قرب بدء إطلاق عسكريين قبل الإفراج عن عناصر داعش والنصرة الذين اعتقلوا بعد أحداث عرسال، خصوصا أن المسلحين يبدلون شروطهم يوميا، لكن المطلب الوحيد المتمسكين به والذي ورد في كل عمليات التفاوض إصرارهم على اتخاذ ممر آمن. وتشدد المصادر المعنية في هذا الملف أن لا تطورات لافتة والمفاوضات تجري بشكل سري. وتشير معلومات إلى أن تركيا أبلغت الجميع أنها لن تتدخل بشكل جدي وفاعل قبل زيارة رئيس الحكومة تمام سلام إلى أنقرة، مضيفة أن تركيا تفاجأت بزيارة سلام إلى قطر وعدم القيام بزيارة أنقرة، حيث يعتقد الجانب التركي أن ضغوطا سعودية مورست على سلام لعدم زيارة تركيا. وإلى صحيفة الشرق الأوسط، كشفت مصادر لبنانية مطلعة على ملف المفاوضات الحالية في موضوع الهبة الإيرانية لدعم الجيش اللبناني أن الأمريكيين تمنوا على مسؤولين لبنانيين التقوهم ألا يتسرع لبنان بقبول الهبة بانتظار استكمال باقي الهبات، فإذا بقي بحاجة لمزيد من العتاد يعاد النظر في العرض الإيراني. وأوضحت المصادر أن الأمريكيين لم يعلنوا رفضهم الهبة بل دفعوا باتجاه تأجيلها، لافتة إلى أن رئيس الوزراء تمام سلام سيتفادى طرح الموضوع على جدول أعمال الجلسات المرتقبة للحكومة تجنبا لخلاف كبير قد يطيح بحكومته. ورأت المصادر أن وزراء حزب الله لن يلحوا على الموضوع حاليا. وإلى صحيفة الأخبار وبعض المعلومات المحلية السياسية، علم أن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تداولا مع وسطاء خلال الأسابيع الماضية أسماء ثلاثة مرشحين توافقيين لرئاسة الجمهورية. وذكرت المعلومات أن لقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والحريري أمس بحث في هذه الأسماء على أن يتولى البطريرك في الوقت المناسب مباركة خيار التوافق على أحد المرشحين الثلاثة. وأشارت المعلومات التي يتداول بها السياسيون من 14 أدار إلى أن المداولات ستنصب من الآن وصاعدا على الاتصالات الدولية للدفع نحو إجراء انتخاب لرئيس الجمهورية قبل عيد الاستقلال. ولفتت إلى أن احتمال إجراء الانتخاب قد يكون مرتفعا، ولا سيما أن فرنسا تتولى الاتصال بإيران لمحاولة تأمين توافق حلفائها على مرشح توافقي. وعن التمديد للمجلس النيابي، قالت المصادر إن الراعي لن يعارض التمديد للمجلس لكنه لا يستطيع أن يغطيه أكثر من 6 أشهر، لذا يمكن أن يجري الاتفاق على التمديد على أن تعدل مهلته فور انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي الإطار نفسه من صحيفة النهار والمعلومات التي كانت قد أشارت إليها سمر قبل قليل، جرى تداول معلومات في بيروت سبقت لقاء رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، تتناول أسماء مرشحين لرئاسة الجمهورية، اثنان منها من قوى 14 من أذار وثلاثة من الوسطيين كانت على بساط البحث في لقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والرئيس الحريري في 7 من تشرين الأول الجاري، فيما يوافق البطريرك الراعي على اسم من 14 أذار وعلى اسمين من الوسطيين أحدها يتطلب ترشيحه تعديلا دستوريا. ومن النهار ننتقل إلى الحياة وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يستبعد إبرام اتفاق مع إيران قبل 24 تشرين الثاني، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية يهمها التوصل إلى اتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المرتقبة في 24 الثاني، معربة عن اعتقادها بأن الديمقراطيين يحتاجون إلى اتفاق مع طهران بسبب موقفهم الضعيف في الانتخابات، إذ تظهر استطلاعات للرأي تقدما للجمهور. ورجحت المصادر أن تشهد الأسابيع الخمسة المتبقية من المفاوضات ضغوطا متزايدة من الجانبين، خصوصا في ظل الأوضاع الإقليمية المتشنجة. وإلى صحيفة الأنوار وإلى سويسرا وضغوط على سويسرا لإلغاء السرية المصرفية. تتعرض سويسرا لضغوطات مكثفة من جانب السلطات المالية لدى العديد من الدول لكي تلغي نظام السرية المصرفية المعمول به منذ عقود طويلة. وقد اعتمدت الحكومة السويسرية المعيار الدولي الجديد حول التبادل الفوري للمعلومات المتعلقة بالمسائل الضريبية مع البلدان الملتزمة به، ما يعني من الناحية العملية أن السرية المصرفية السويسرية قد شارفت على نهايتها. ويقول خبراء ماليون إن الضربة القاضية التي تلغي السرية المصرفية السويسرية قد تأتي عام 2018، وذلك كنتيجة لاتخاذ الحكومة السويسرية في 8 من تشرين الأول الجاري قرارا بالمباشرة بإجراء محادثات مع البلدان الأخرى حول التبادل الفوري للمعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية. وإلى الخبر الأخير وعودة إلى الملف الرئاسي، الكاريكاتير من صحيفة النهار طبعا بريشة أرمان حمصي، الانتخابات النيابية ودموع التماسيح. بهذا الكاريكاتير رح نوصل لختام جولتنا على الصحف، عودة لمتابعة برنامج الحدث مع سمر. فاصل إعلاني لكن إذا فاصل إعلاني قصير ونرجع لمتابعة برنامج الحدث.